اكيد. طيب وسائل الاعلام الاسبانيه بقالها فتره عامله قلق شويه، يعني انه خلاص صلاح قرب من ريال مدريد، كمان كلام عن احتماليه ابرام اداره نادي ريال مدريد صفقات كتير على راسها كيليان مبابي. هل فعلا نجم باريس سان جيرمان قريب بالفعل من الانضمام للنادي الملكي ام الرحيل لفريق ليفربول، حال طبعا استغناء ليفربول عن نجمه ساديو ماني لريال؟ بداية يعني من معلوماتي الشخصية تقول أن كيليان مبابي شخصيا يفضل ريال مدريد، هو يحب هذا النادي، وهو أيضا يعني يشعر بعاطفة معينة تجاه المدرب زين الدين زيدان. فبالتالي ربما لو عاد الأمر للاعب ربما لفضل الانتقال إلى ريال مدريد، لكن الأمور ليست بالعواطف، هي أمور عرض وطلب وعروض وأموال ستدفع. إضافة إلى ذلك زميلتي ذكرتي الآن موضوع هام جدا وهو ليفربول. ليفربول يعني المعلومة المتوافرة أن شركة نايكي دخلت على هذا الخط وعرضت بأنها تتكفل بجزء كبير من صفقة انتقال مبابي إلى ليفربول في حال تمت. هذا الأمر قد يخربط بعض الشيء كل المعلومات والمعطيات، فدعينا ننتظر ماذا سيحدث، لأن باريس سان جيرمان بالمقابل يعني يؤكد بأكثر من مناسبة أنه مصر على 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 بقاء مبابي ونيمار، وربما إذا ما ضم ميسي. يعني لك أن تتخيلي هذا الثلاثي المرعب في باريس سان جيرمان في حال حدث. فبالتالي الأمور ليست واضحة، ضبابية، يعني يخطئ من يعتقد أن الأمور محسومة. ما نقرأه في الصحف الإسبانية هو مجرد تحاليل وتكهنات. الأمور تبقى يعني رهن اللحظات ورهن المفاوضات، لكن نحن نحلل بالمنطق وعلى الورق وبالمعطيات المتوفرة لدينا، لا يمكن أن نجزم على الإطلاق. ذكرت موضوع نايكي، هو موضوع مهم جدا لمبابي، إذا ما انتقل إلى ليفربول سيتكفلون بجزء من المبلغ. وذكرت أيضا أن مبابي داخليا وعاطفيا ربما يفضل ريال مدريد. طيب اكيد طبعا، يعني لو شركه كبيره فعلا دخلت ان هي تدعم صفقه زي دي بيسهل جدا النوع ده من الصفقات، خصوصا في الحاله الاقتصاديه اللي بيعيشها العالم كله طبعا بسبب فيروس كورونا.